كثير منا حاول تعلم اللغة التركية لأن تعلم اللغة التركية لا غنى عنه لمن يريد الدراسة أو العمل أو العيش في تركيا، وكثير من هذه المحاولات لم تنجح مع الأسف، إما بسبب الاستعجال وعدم الصبر وعدم الالتزام على المدى الطويل، أو لعدم توفر البيئة المناسبة لتعلم اللغة. وإن أكبر مشكلة تواجه متعلم اللغة التركية هي ازدحام صفوف تعليم اللغات بأعداد مبالغ فيها، مما يمنع ممارسة اللغة واكتساب مهارة المحادثة. ومن هذه النقطة انطلق مركز مارس للتدريب اللغوي، فلا يدخل للجلسات التدريبية سوى 5 طلاب، ويبدأ الكورس ب3 طلاب، مما يمكن الجميع من المشاركة والتحدث وممارسة اللغة بشكل منتج. وقد جهز مركز مارس برنامجاً متوازناً ينمي مهارة المحادثة وباقي المهارات، ويمكن الطلاب من إتقان اللغة وتجاوز امتحان التومر وحتى وهم في بلادهم. فقد درب المركز 100 طلاب في داخل تركيا وخارجها، وقد تمكن طلابنا من تجاوز فحص التومر وإتقان اللغة محادثة واستماعا وفهما وكتابة. واختصر المركز على طلابه الدوليين دراسة السنة التحضيرية، وتمكنوا من دخول الجامعات التركية فورا، الخاصة والحكومية. الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي تجدونها في مربع الوصف في أسفل الفيديو، وأيضا رقم الهاتف للتواصل المباشر مع المركز. وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.